مثل ماذا؟ ما يباح للمصلي أن يأتي به في صلاته. أولا في صلاة الجماعة مثلا، فإن وقع الإمام في سهو فعلى المأموم، على المأمومين أن يسبحوا له تسبيح، فيقول سبحان الله. وإذا لم يفهم الإمام ممكن يأتوا بآية أو مفردة قرآنية تدل على ذلك، كان يقول له اقرأ باسم ربك مثلا، أو اسجد واقترب، أو اركعوا مع الراكعين، عشان نبهوا أنه ما عارف يسبح له. لما يقول سبحان الله ذاك الإمام ما عارف، فهو يزيد ويقول مثلا اركعوا مع الراكعين، يعرف إذا هو مطلوب من الركوع، أو اسجد واقترب معنى السجود، وهكذا. أو قراءة. هذا التسبيح يباح للمصلي المأموم أن يأتي به إذا احتاج لتنبيه الإمام، يعني في حالة أن الإمام في حالة الإمام. طبعا هذه الأشياء يأتي بها المصلي بقدر الحاجة، يعني بقدر الحاجة إليها فقط، ما يتوسع، بقدر الحاجة إليها. فمنها التسبيح يسبح له. طيب، والنساء تصفن، الرجال يسبحون بألسنة سبحان الله. المرأة إذا أرادت أن تنبه من يصلي بها فلتصفق، يعني تضرب بيديها على البحر هكذا. ما معنى التصفيق باليدين مع بعض؟ يعني تضرب يدها على البحر بحيث تصدر صوتا ويسمعه ذلك المأموم مثلا. إذن أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نابه شيء في صلاته فليسبح، والمرأة تصفق بيديها تضع هكذا لما روي عنه صلى الله عليه وسلم. إذن أول شيء ما يباح للمصلي في صلاته من الأفعال من الأشياء بمقدار الحاجة إليه، بشرط أن يكون في ذلك الشيء ماله مصلحة للصلاة أو فيه ضرورة ماسة كإغاثة ملهوف، يعني دفع خطر. أيضا يباح للمصلي في صلاته أن انغلبه العطاس، تعطس، أو غلبه السعال، يعني نحب غلبه، فهذا يباح بقدر الحاجة إليه، بقدر الحاجة إليه. الآن سؤال مثلا في العطاس، إذا عطس أحدنا في صلاته، لأنه هو عبارة يعني العطاس أن هناك جسم غريب دخل أو شيء حصل في الأنف فيريد أن يخرجه، فالمصلي أو العاطس من آداب العطاس أو العاطس أن يحمد الله عز وجل. إذا عطس أحدكم فليحمد الله، فليحمد الله. لما يتعطس واحد قل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. طيب، ومن سمعه، يعني ومن سمع هذا التحميد من العاطس يقول ماذا؟ يرحمك الله، ويرد عليه هو يعني هداكم الله. وشمت العاطس إذا ما حمد، ولا تشمته إذا لم يحمد، وذاك حق لذوي الإسلام قاطبة كالحق في السلام. إذن الآن من آداب العطاس خارج الآن الصلاة، هذا المسألة نتحدث عنه في البداية، إذا عطس أحدنا فليحمد الله، يقول الحمد لله رب العالمين. من سمعه يقول يرحمك الله، يرد عليه يقول هداكم الله.
إن عطس الثانية نفس الشيء، يقول الحمد لله، يقول ذاك يرحمك الله، ثالثة ويرد عليه يهديكم الله. إذا عطس الثالثة يعني في نفس الجلسة أيضا يقول الحمد لله رب العالمين، ذاك يقول يرحمك الله، يرد عليه يهديكم الله. إذا عطس الرابعة يقول الحمد لله رب العالمين، فمن يسمعه يقول شفاك الله، يدعو له بالشفاء، يدعو له بالشفاء، شفاك الله، عافاك الله، فإنه مريض يعني قد يكون عنده زكام وليس بسبب أمر طاري داخل الأنف يريد أن يخرجه، يعني جسم غريب في الأنف دخل يريد أن يخرجه، يعطس مرة مرة الأولية والثانية والثالثة، ولكن إذا استمر فربما يكون بسبب مرض هذا، هذا العطاس. طيب وإذا عطس أحدنا في الصلاة فليحمد الله، إذا عطس أحدنا في الصلاة فليحمد الله، يقول الحمد لله رب العالمين. طيب واحد يقول لماذا؟ يقول أقول لأنه يقول الحمد لله رب العالمين، هذه آية وهو يأتي بها في الصلاة بقراءة الحمد. لكن من سمعه يعني من كان بجانبه وسمعه، وهذا الذي كان بجانبه يصلي في صلاته وسمع العاطس يقول الحمد لله رب العالمين، لا يرد عليه، ما يقول يرحمك الله، سواء كان في صلاة الجماعة أو كان كل واحد منهم يصلي بمفرده، فعطس أحدهم فهذا العاطس يحمد الله عز وجل. فإذا سمع من بجواره أن هذا العاطس حمد الله ما يرد عليه، ما يقول يرحمك الله، إنما الحامي العاطس هو الذي يقول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين آية من الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فالإنسان إذا غلبه العطاس يعطس، إذا غلبه السعال أيضا، لكن نقول بقدر الحاجة إليه، بقدر الحاجة حتى يتخلص مما يعاني، لأن هذا ما يغلبه يعني خارج عن إرادته، كذلك يعني شغله عن الصلاة، هو مضطر إليه، العطاس والسعال مضطر إليه، يعني أشياء تحصل من غير إرادة الإنسان، من غير إرادة الإنسان مضطر. كذلك التثاؤب، يتثاؤب الإنسان، فإن اضطر للتثاؤب فليتثاؤب، لكن لا يفتح فمه، لا يعوي. وفي هذه الحالة إذا تثاؤب أحدكم كما قال صلى الله عليه وسلم فليضع يده في فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضع. فأثناء التثاؤب يضع المصلي يده على فمه، فقلنا أنه من المكروهات الصلاة تغطية الفم، لكن يباح في حالة التثاؤب لأجل مصلحة الصلاة، يباح تغطية الفم باليد مثلا في حالة التثاؤب لأجل مصلحة الصلاة. طيب الآن تغطية الفم كيف؟ يعني الفم باليد، هل بالظهر، بظهر اليد، هل بباطنها، هل بيمين، هل باليسار؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاوب أحدكم فليضع يده في فيه ولا يعوي، يده سواء كانت يمين أو يسار، هذه واحدة، يده أطلقها. طيب نضع لما نغطي الفم باليمين بالظهر ولا بالبطن؟ نجعل ظهر اليد اليمين على الفم ولا باطن اليمين وكذلك اليسار؟ الآن نتحدث عن العطاس يعني التثاؤب بصفة عامة خارج الصلاة أو داخل الصلاة، كيف نضع اليد؟
نضع اليد لتغطيتها لتغطية الفم كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا عطش أحدكم فليضع يده في فيه، إذا تثاوب أحدكم فليضع يده في فيه ولا يحوي فإن الشيطان يضحك. قال العلماء إذا وضع يعني إذا غطى المتثائب فمه بيمينه فليكن على ظاهر بظاهرها لا بباطنها، يعني نغطي بظاهر اليد وليس الباطن، يعني ما بداخل بباطن اليد الكف، لا بظاهر الكف. أما إذا غطى أحدنا يده فمه عند التثاؤب باليسرى فالاثنين يصح، يعني الاثنين يغطي سواء كان بالباطن أو بالظاهر. هذه العلماء يعني نظروا فيه المسألة، قالوا باليمين نغطي الفم بظاهر كف اليمين ما بالباطن، باليسار يستوي الظاهر والباطن. العلماء عندما يقولون لا يقولون بهوى، لا بد من نظر. قد يسأل أحدكم ما الفرق إذن؟ يعني لماذا قالوا بتغطية الفم باليسرى بالباطن والظاهر، أما باليمنى بالظاهر ليس بالباطن؟ لعل هذا نظر إلى ناحية صحية. نحن نعلم أن اليمين نستخدمها في الأكل شرب في تناول الطعام، وتناول الطعام يكون بباطن اليد اليمنى، يكون بباطن اليد اليمنى، يعني نأكل الطعام بالراحة براحة اليد اليمنى وليس في الظاهر نضعه. ونحن نعلم أيضا هذا التثاؤب عندما يخرج يعني ربما يكون فيه يعني صاحب هو أكيد يعني فيه ثاني أكسيد الكربون، ربما فيه أشياء تخرج ضارة فيها يعني نوع من التلوث، فحتى لا يقع التلوث في باطن اليد اليمنى إن لو وضعناها عند التغيير تغطية الفم فقد يتضرر الإنسان من هذا التلوث. عندما يقع التلوث باطن يده اليمنى ربما في جراثيم في ميكروبات في كذا، وهو يستخدم اليد اليمنى في الطعام، بخلاف لما اليسرى لا يأكل بها، فلا إشكال إن وقع فيه شيء مكروبات لا يؤثر على طعامه، لا يؤثر عليه لأنه لا يستخدمها في الطعام. لعل من هذه الناحية فرق، والله أعلم. هذه أيضا وجهة نظر متواضعة، يعني لماذا العلماء فرقوا عندما نضع إذا وضع أحدنا يده على فيه التثاؤب، إذا كان باليمنى يضع الظاهر لا يضع الباطن، يعني ما يضع الراحة لأنه باطن يد نتناوله في الطعام نستخدمه، بخلاف اليسرى يستوي فيها أن نضع اليمنى على الظاهر أو على الباطن، يعني اليد على الفم. فحتى لو انتقلت ميكروبات وكذا في اليسرى لا إشكال، لأننا ما نستخدمها في الطعام كما استخدمنا لليمنى في الطعام، واستخدامنا تكون بظاهر أو بباطن اليمين، والله أعلم. كذلك في الصلاة إذا تثاوب أحدنا فليضع ماذا؟ يده اليمنى أو يده أي إن كان على فمه حتى يعني يرغم الشيطان وما يعني ما يتفاعل ويستمر مع هذا التثاؤب، بحيث يحاول قطع هذا التثاؤب بأسرع ما يمكن. نعم. ما يباح أيضا بلع البزاق، يعني عنده ريق يبلع لا إشكال لأنه هو داخل أصلا. كذلك النخاع أو النخام هذا، وبعض العلماء يفرق
إذا كان هذا الدخان طالع من الصدر ولا نازل من الرأس، إذا كان ما يأثر، إذا كان من الصدر هو طالع ليلفظه ولا ما يلفظه، وإذا ما لفظه هل عليه نقض؟ بعض العلماء قال على نقض، جمهور العلماء قال لا نقض عليه، لأن أصلا هذا كله داخل الجسم ولم يخرج بعد، كله داخل الجسم ولم، لكن لو أنه أراد أن يكثر وراء يتأذى فليخرجه ويكون عنده في منديل أو في قطعة يعني ورق ويخرجه من فمه لا إشكال، لأن هذا كله من مصلحة الصلاة، لأجل مصلحة الصلاة. ما يباح له أيضا الفعل الخفيف في الصلاة، مثل إيش؟ كما قلت لكم إذا حصل له هرش يعني في جسمه مثل أراد أن يحط فليحط بسرعة ضاد ذلك المكان، يعني قال العلماء ليضغط أو يحط في ذلك المكان سريعا بحيث يعني يتلاشى هذا ما يعاني، أو مثلا شعر بأنه نملة مثلا في أذنه أو شيء وتشغله فليدخل إصبعه سريعا حتى يخرج هذا أو يزيل هذا ما يشغله. هذا ما يباح الصلاة.